السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم بيسان والكرة. صحافتكم وإن شاء الله ستكونون بخير. نلتقي اليوم في فيديو جديد سأحاول فيه جمع أكبر قدر من أخبار لاعبين المحترفين لنهار اليوم السبت، وأيضا الكثير من أخبار المنتخب الوطني وجديده وتربصه المقبل. أخبار اليوم ستكون كثيرة عن لاعبين مثل بن ناصر، بن طالب، فيجولي، سليماني، بولحي وأيضا زفان وغيرهم. ستكون هناك أيضا بعض الأخبار عن رياض محرز وإمكانية غيابه عن تربص المنتخب الوطني المقبل وأيضا لاعبين آخرين. ابقوا معنا وتابعوا كل الأخبار للنهاية. نبدأ بأخبار المنتخب وأخبار التربص المقبل الذي سينطلق إن شاء الله في نهاية ماي الحالي. الفاف وبعد أن رسمت لقاء موريتانيا كأول لقاء ودي في 3 جوان الداخل، أعلنت اليوم السبت عن إقامة أو ترسيم لقاءين آخرين، ويتعلق الأمر بلقاء مالي والذي سيقام إن شاء الله يوم 6 جوان الداخل بملعب مصطفى تشاكار. أما اللقاء الثاني فيتعلق بمواجهة تونس الشقيقة يوم 11 جوان الداخل أيضا. هذا اللقاء وعلى خلاف اللقاءين الأولين اللذين سيقامان في الجزائر سيقام في تونس. هناك أيضا خبر عن محرز. محرز سيغيب رسميا عن بداية التربص ولن يلعب رسميا أيضا لقاء موريتانيا، وربما يغيب حتى عن لقاء مالي الذي سيقام بعده ب3 أيام في 6 جوان. الرياض سيلعب نهائي دوري الأبطال يوم 29 من الشهر الحالي ماي، والتربص سيبدأ يوم 31 أي يومين بعد ذلك، وبالماضي يريد أن يمنح لاعبه أيام راحة ربما تصل ل8 أيام. كثير من اللاعبين المحترفين في أوروبا أيضا سيغيبون عن بداية التربص وسيلعبون فقط اللقاءات التي تلي لقاءات موريتانيا، لقاء موريتانيا عفوا ضد كل من تونس ومالي. لقاء موريتانيا وبنسبة كبيرة لست متأكد سيلعب فقط بالمحليين وبلاعبي الخليج وبعض الدوريات التي تنتهي بشكل مبكر مثل الدوري التركي، وسيكون تحضيرا لكأس العرب المقبلة في قطر في نهاية العام الحالي. على خلفية مستواه الباهت جدا في لقاء نونت الذي جرى عشية اليوم، تعرض الدولي الجزائري مهدي زرقان لانتقادات لاذعة من صحيفة ليكيب الفرنسية التي نصبته أسوأ لاعب في اللقاء ومنحته التقييم الأدنى 2/10 كما تلاحظون. ليكيب قالت أن زرقان كان مختف تماما ولم يكن له أي تأثير فوق أرضية الميدان مثله مثل كثير من زملائه. زرقان شارك أساسيا بالمناسبة مرة أخرى لكنه خرج في حدود الدقيقة 58. فريقه بوردو خسر بثلاثية نظيفة وبات قريبا من منطقة الهبوط. بعد النجم ريكاردو كاكا تلقى لاعب الخضر ونادي ميلان إسماعيل بن ناصر الإشادة من لاعب ميلان السابق نايجيل ديونغ. ففي تصريحات لصحيفة لا غازيتا دولو سبور الشهيرة قال ديونغ أن في بن ناصر شيء منه. النجم الهولندي الذي يلعب أيضا في مركز الاسترجاع قال أن بن ناصر يشبهه لأنه لاعب قوي ويتحكم في المباريات ويقود اللعب. أعتقد أن ديونغ أشاد بنفسه هنا وليس ببن ناصر. أخيرا وبعد غياب يمتد لأكثر من شهرين، عاد الدولي الجزائري نبيل بن طالب لتدريبات نادي شالك الألماني. نبيل كان قد خضع لعملية جراحية على مستوى أعلى الفخذ كانت حلا إن شاء الله لكل المشاكل التي عانى منها في هذه المنطقة تحديدا والإصابات المتكررة التي تعرض لها طيلة العامين الأخيرين. عودة بن طالب كانت قبل يومين ولم تكن كافية للمشاركة في لقاء اليوم ضد هوفنهايم في الدوري الألماني، حيث لم يتواجد لا مع الأساسيين ولا مع البدلاء. بالمناسبة تشكيلة هوفنهايم خالت من اسم بالفضيل الذي لم يشارك حتى كبديل رغم أن المدرب قام فقط ب3 تغييرات من الخمس الممكنة. الأمر غريب حقا. يبدو أن رغبة لاعب الخضر سفيان فيجولي في البقاء في أوروبا وفي تركيا بالتحديد قد تتحقق، لكن ليس من بوابة ناديه الحالي جالاتا سراي لكن من بوابة عريق آخر في تركيا وهو ترابزونسبور. صحيفة فاناتيك التركية الشهيرة كشفت اليوم في خبر حصري أن إدارة النادي وبعد أن ضمنت خدمات بلهندا تعمل حاليا على ضمان خدمات لاعب الخضر سفيان فيجولي لتكوين فريق قوي وجمع صديقين مع بعض الموسم المقبل. لكن رغم وجود رغبة من إدارة ترابزونسبور في ضم فيجولي إلا أن ذلك لا يعني سهولة الصفقة،
حيث قالت فاناتيك أن فيغولي مطالب بالتضحية إن أراد البقاء في المستوى العالي. الصحيفة السابقة الذكر قالت أن الراتب الذي سيعرض على فيغولي سيكون في حدود 2,000,000 أورو سنويا، يشمل المكافآت والحوافز، وهو راتب يقارب نصف ما يتقاضى حاليا في ناديه غالاتا سراي. عاد لاعب الخضر إسلام سليماني ليتواجد في قائمة فريقه ليون بعد أن شفي من إصابة الفخذ التي عانى منها والتي كانت سببا في غيابه عن لقاء الجولة الماضية ضد نادي موناكو. إسلام شارك بديلا اليوم السبت ضد لوريون ولعب الشوط الثاني. اللقاء انتهى بفوز كبير لرفقاء إسلام برباعية مقابل هدف وحيد. لاعب الخضر بصم على تمريرة حاسمة في هدف فريقه الأول والذي سجله زميله عوار. اللقاء بالمناسبة عرف غيابا جديدا للجزائري الآخر جمال بالعمري الذي ما زال يعاني من آثار الإصابة. بعد أن كان قد حقق الصعود في الجولة الماضية، رفع اليوم السبت لاعب الخضر ونادي كريليا سوفيتوف مهدي زفان كأس بطولة الدرجة الأولى. مهدي الذي قدم مستوى كبير وكبير جدا ينتظره اللقاء الأهم بعد أسبوع من الآن ضد نادي دينامو موسكو في نهائي كأس روسيا. تحقيق ثنائية سيكون أمرا رائعا جدا إن هو حدث. تعرض الدولي الجزائري وحارس نادي الاتفاق رئيس وهاب بن بولحي لحملة سخرية وانتقاد واسعة من جماهير ناديه على خلفية مستواه الكارثي في لقاء القادسية والذي أقيم يوم أمس الجمعة، اللقاء ودي بالمناسبة. شباك الرايس تلقى 3 أهداف منها هدف ثاني تعامل معهم بولحي بغرابة. أترككم مع فيديو الأهداف 3 التي دخلت مرمى بولحي وأنتظروا آراءكم بخصوص أحقية أنصار نادي الاتفاق في انتقاد بولحي أم أن الأمر عادي. إلى هنا نكون قد وصلنا لنقطة النهاية في عددنا لنهار اليوم السبت. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. المصادر في صندوق الوصف لمن يريد التعمق أو التحقق من الأخبار التي وردت في عدد اليوم. صحة سحور الجميع وإلى عدد الغد إن شاء الله.